ازيكم؟ في حساب تويتر لو كان مقفول، حسابك موقوف بشكل دائم، انت بتحتاج دايما تقدم التماسات. انت بس يعني انت مش هتعمل حاجة الا انك تقدم التماسات. وقلنا لو دوسنا على تقديم الالتماس من المكان ده، ماشي، لو جينا بس لغينا كده ودوسنا على تقديم التماس مش هيطلع. فانا حطيت لكم الرابط اللي بيقول لي اعمل تسجيل دخول بحساب مقفل. طب ما هو الحساب اللي انا فيه ده بالفعل مقفل، فيعني الرابط اللي بالعربي ده رابط ابو كلب، يعني رابط مش شغال كويس. انتوا بقى هتعملوا ايش؟ انتوا هتخشوا على الرابط اللي انا هسيبه لكم تحت الفيديو، ودايما تقدم التماسات. طيب بعد ما تقدم التماسات هوريكم دلوقتي، ده الرابط بتاع تقديم الالتماسات، ودي الرسائل اللي انا سبتها لكم في الفيديو اللي فات، وبرضه ممكن اسيبها لكم تاني. ان انت بتنسخ الرسالة دي، تقعد تنسخ بقى كل الرسائل وتخش على الرابط وتبعتها لهم، هنا تحطها تحت في الصندوق وتبعتها لهم لصق بس وسبمت. بتدخل بعدها على الايميل، هتلاقي بتدخل بعدها على الايميل بتلاقي فيه رسالة منه، برضه تنسخ وتبعت تاني، يعني انت فاهم كده. هتلاقي في رسالة وصلتك هنا كده اهو، هتنزل تحت كده في الردود رد، وبرضو تكتب لاسك، تكتب تاني الرد بتاعك، وهكذا. تفضل بقى كده معاهم، تفضل معاهم كده إلى ما لا نهاية. ثواني، ممكن يردوا عليك يقولوا لك تم إيقاف حسابك ولن يتم استرجاعه مرة أخرى. أهو تم توقيف حسابك ولن يتم استعادته، طنش، اعمل التماس جديد، وهكذا. اعمل التماس جديد وتفضل بقى تكتب لهم وترسل لهم وهكذا. يعني أنت كل ما تبقى، يعني شوف وصلني كم مرة، تم توقيف حسابك ولن يتم استعادته، تم توقيف حسابك ولن يتم استعادته، تم توقيف حسابك، يعني رسائل إلى ما لا نهاية. لكن في رسالة منهم هتوصلك انه خلاص بعد مش عارف مراجعة متأنية فتحنا حسابك. كان يعني الحساب بتاعي ده اتقفل كذا مرة من كتر ما انا يعني بسيب واشتم، فهم كل شوية يقفلوه وافتحوا، يقفلوه واقدم التماسات وافتحوا، يقفلوه اقدم التماسات وافتح، وهكذا. انا شغال معاهم زي القط والفأر. هنا بعد اجراء المزيد من المراجعة لحسابك، ماشي، يبدو انه لا ينتهك قوانين تويتر، واحنا ايه، الغينا توقيف الحساب وفتحنا تاني، وهكذا. بعد اجراء المزيد من المراجعة الغينا توقيف حسابك، وهكذا. بس ده للي بيقول ان ما ان مثلا الالتماسات اللي انت بتقدمها ما بتجيبش نتيجة. لا حبيبي بتجيب نتيجة، بس انت لازم تراسلهم اكتر من مرة، تفضل وراهم وراهم لحد ما يفتحوا لك الحساب. غير كده هم مطنشين، ولا يفتحوا ولا يقفلوا، مفيش حاجة تجبرهم ان هم يفتحوا لك حسابك الا انك تراسلهم كتير يعني. بس بعد اجراء المزيد من المراجعة الغينا توقيف حسابك لانه لا ينتهك قوانين تويتر، وانت كده 10 على 10. يعني انت تفضل شغال وتبعت لهم في قرف لحد ما يردوا عليك بالرسالة دي. لو وصلت الرسالة دي هتخش تلاقي حسابك مفتوح، وانا هعمل فيديو لما حسابي يتفتح ان شاء الله. شكرا. والرسائل هسيبها لكم تحت في التعليقات، برضو الرابط بتاع تقديم الالتماس يعني موجود تحت في التعليقات.